احذروا من تطبيق واتساب، إنه يشغل الميكروفون ليلا ويتجسس عليكم حتى في غرف نومكم. تحذير مألوف يشكك فيه كثيرون وتنفيه شركة ميتا. لكن ماذا لو كان هذا التحذير صادرا عن إمبراطور التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي إيلون ماسك؟ ماسك وعبر حسابه على منصة إكس اتهم التطبيق بالتجسس على المستخدمين عبر فتح ميكروفونات هواتفهم كل ليلة وتسجيل محادثاتهم حتى في غرف نومهم. واتساب يقوم بنقل بيانات المستخدمين كل ليلة. بعض المستخدمين ما زالوا يعتقدون أن التطبيق آمن. تغريدة ماسك أثارت جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض لها. البعض اتفق مع ماسك مشيرين إلى تقرير سابق نشر على موقع ميدل إيست مونيتور يتضمن اتهامات واضحة للتطبيق بالتجسس وحتى المساهمة في الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة، وهو الاتهام الذي نفاه لاحقا متحدث باسم واتساب. على الجانب الآخر، شكك مستخدمون آخرون في رواية ماسك وطلبوه بتقديم أدلة واضحة على هذه الاتهامات الخطيرة. اتهام ماسك للتطبيق المملوك لشركة ميتا يأتي بعد أيام من سحب شركة أبل تطبيق واتساب من متجرها الإلكتروني بطلب من الحكومة الصينية. أمرت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين بسحب تطبيقات واتساب وثريدز بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. نحن مطالبون باحترام قوانين الدول التي نعمل فيها حتى لو لم نكن موافقين عليها. الاتهامات الموجهة لشركة ميتا تزايدت خلال الفترة الأخيرة. تركيا أقرت غرامة تزيد عن 37 مليون دولار بحق ميتا بعد تحقيق يتعلق بخصوصية البيانات. الاتحاد الأوروبي أيضاً أخضع الشركة لتحقيق متهماً إياها بعدم اتخاذ إجراءات كافية لحماية انتخابات الاتحاد الأوروبي المقبلة أو لمكافحة المعلومات المضللة.